مشاهدينا وصلنا معكم إلى فقرة أنا الصحفي، هذه الفقرة التي من خلالها نقوم بتسليط الضوء على مشاركاتكم في هذه الفقرة، مشاركاتكم الإعلامية، حيث تقومون بإعداد تقارير تلفزيونية بأبسط المعدات المتوفرة لديكم وإرسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج أنا الصحفي أو هاشتاج من غرفة الأخبار. دائما هناك رابح معنا في هذه الفقرة. الآن نتعرف على مشترك جديد وهو أنس الجرالة من الأردن، حيث قام بإرسال مادة عن مرض التوحد، قام هو بإعدادها وبالتعليق عليها. نتابع. يلا عشان أجي عندكم. يلا سارة سارة. يلا سارة. سبع أولاد. تراهم من بعيد، صورة الطبيعة وورد الربيع ووجه الصباح. هم أهل البراءة، هم الطفولة، هم اللوعة واللهفة، هم الضحكة والبسمة. لكن ساكنا غريبا يكتنز بداخلهم أعلن صمته، نتوق دوما إلى الوصول لعالمهم الصامت، مثلما يشتاقون أملا في معرفة عالمنا الخارجي. إنه التوحد. يعني كثير مرات بسأل حالي عن جد وين كنا إحنا، يعني وهدول الأطفال يعني وين كان. هلا جتنا حالة جديدة، خبروني اسمها بها. إحنا أول ما تدخل علينا الحالة يعني ما بنعرف إذا عنده توحد أو لا عنده أو شو الحالة اللي عنده، فنجلس مع جلسة فردي مشان القيمة شوف إذا عنده توحد أو لا. المكان غريب، بكون عبارة عن كتلة طائرة ما بقدرش نسيطر عليه، بس الواضح إنه بها 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 بها. تعالوا اكتب يلا، تعالوا اكتب. بيان، تلك الأخرى التي علاقتها بجهاز الهاتف علاقة وطيدة، تسمع الأغاني وهذا عالمه. إلى عبد الرحمن الذي شكل صوت المكنسة الكهربائية هاجسا مخيفا، فهو لا يقوى على سماعها إلا أن يصاب بحالة فزع شديد. قديش نعمة الأولاد الأصحاء، قديش نعمة إنه ابنك الصبح يقول لك صباح الخير، قديش نعمة إنه يقرب عليك يبوسك ولا يقرب عليك يعبطك، ولا لما تقول له بابا يلا نطلع يقول لك يلا بابا، بس كلمة يلا بابا اللي أنا شخصياً عن جد بتوجعني، لأنه في أولياء أمور كثير محرومين منها. وددت فقط أن أطلعكم على حالاتهم وعلى جزء من معاناتهم التي يرتوي بها الآباء والأمهات غصة وألم. مشاهدينا، كانت هذه المادة من أنس الجرالة في الأردن. أدعوكم جميعا لجميع الراغبين بخوض غمار العمل الإعلامي وبالدخول في هذه التجربة، إرسال تقارير تلفزيونية تقومون بإنتاجها لو كان ذلك عن طريق جهاز الموبايل الخاص بكم، قوموا بالتصوير والتعليق الصوتي وإرسالها على هاشتاج أنا الصحفي أو هاشتاج من غرفة الأخبار. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن يحين الملتقى في الأسابيع المقبلة. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.